جدا بدنا نحتفل. نحتفل بشو؟ حتى براسك انه رح ننقل على فيلا اكبر من هيدي. واو اكبر. يس اكبر مدام. يعني قديش اكبر من هيك؟ يعني شي ثلاث مرات ونص اكبر. مدام نورما، بس انه انت بتعرفي انه انا لوحدي هون بهالفيلا يعني، ويعني انا بنظف هون، ببلش بالصالون بتعرفي والمطبخ، ما بلحق بوصل على الاوضه لفوق، يعني بتنتل الدنيا غبره يعني مدام هونيك، انا كيف بدي لحق انظف لحالي يعني؟ انه كيف؟ ايه شو فيها؟ خلص، لانه انت بطلتي غريبه، انا رح اعمل معك معروف. بتعرفي انا ما بحب حدا غريب بالبيت، بس بجيب لك وحده معك تساعدك، لانه انت بطلتي غريبه، صرتي يعني من البيت، وياي شو رح ننبسط بالفيلا الجديده. عن اي فيلا عم تحكي؟ بالاذن. خليل لازم باسرع وقت نجمع الشاب والبنت، عرفت مين؟ ونلزقها فيه بالشركه لحتى يحبها بسرعه ويتجوزها. ايه بس كنت عم تحكي عن فيلا، عن اي فيلا عم تحكي؟ الفيلا اللي بالرابيه ستريت 1. انا لقيت الشارع كمان؟ انه ما ضروري ستريت 1، يعني في يكون ستريت 13. وليش بقى؟ لانه ابتسام بيتها بستريت 13. اه انا بدي اياها كل يوم هي ورايحه على البيت تمرق بالاول قدام فيلا نورما وخليل وتموت فقع. اه ايه. بس مين ابتسام؟ حل عني. بونوي سيدي من الأضرب. اعتذارك مقبول. إذا بدك تغيري حياتك اتصلي على هيدا الرقم. ايه مش الحال، كنت ممثل كتير شاطر ولا جيمس بوند. ايه خلص، ايه اقتنعت رح تجي. وليه بدها تسأل؟ خلص ولا يهمك. بس تتصلي اسألي عن البيك بوس نورما. انا بنزل هون فايله.
مبسوط؟ قال ممثل شاطر. قال ليه بعد ما دقت لي؟ كون ما لحقت هلا اعطيتها رقم. ايه شو قلت لها؟ يلي اتفقنا عليه. قلت لها عن الوظيفة؟ لا. قلت لها عن المبلغ؟ كمان لا. خليل شو قلت لها؟ قلت لها انه تليفوني تليفوني. وينه تليفوني؟ وين تليفونها؟ ايه وين تليفوني؟ وينه؟ اه يحو. ليك جبت رقمها من صاحب المحل ولا كمان هي نسيتها؟ لا لا هيدا جبته. اه يلا هيك سجلي عندك. نعم. الو؟ وظيفة ما بتلبق لغيرك. 50,000 دولار. روعة. بس لي بدي منك شغلة هيك. افتحي اجرك ناكزة. ايه شدي شوي حق. برافو. واو اميزينج. روعة روعة. تتركونا لحالنا بليز. 5 minutes break. ايه بوس. مين هيدي؟ رنا. اه رنا. ايه رنا. مين رنا؟ رنا فارس. اه هي عادة ما بتجي بهيدا الوقت كرمال هيك انت ما بتعرفها، بس ما قدرت ترفض العرض. كرمال هيك رح نقدم لها 3 outfits من الكولكشن الجديدة. ايزك هيدي البنت ما فيها تلبس تياب توغا. شو؟ ليه؟ لأنه ما بدي اياها تلبسهم. ما عندها انرجي. تشلحهم بليز. استاذ عماد ما فيك تعمل فيي هيك؟ ما تحرجني قدام البنت؟ انا بقرر شو بدي اعمل وشو ما بدي اعمل ايزك، اوكي؟ بس انا هنيك حتى لقيت بنت اليوم، اذا فلنيها مديرتها رح تذبحني. تحمل مسؤولية قرارك. بس انا اخذت موافقتك عليها. انت اخذت موافقتي على الصورة، مش على البنت. إذا أنت عامل للصورة فوتوشوب، هي مش مشكلتي، مشكلتك أنت. حلوة البنت ولو، شو بها؟ ليه مش عجبتك؟ صحيح ما عجبتني. ما عندها ثقة. عيونها فاضيين. دبر لي بنت غيرها. طيب رح شوف شو في مودلز وبعت لك صور. سمعتي شو قال؟ قال رنا ما بتشبه صورها على البورتفوليو. إيه أنت بتشبه صورك على الإنستغرام. خلصوني؟ خلصي؟ لا مشوقها. عماد انت منيح؟ يعني انا بدي افهم على اي اساس هالبنات بتتصور بكل هالصور ولا وحده خلتني اطلع فيها اكثر من ثانيه. طيب نغيرهم. ليه بدك تعصب؟ بتعرفيني دقيق كثير بشغلي، واي شيء بياثر على التصوير بوقفه بسرعه. يا عمي الموديل ما بدها تكون مجرد موديل، بدها تكون حدا عم بيعيش الفستان. وتخلي 100 بنت تخار منها اللي انا لبسته، ولا محلها مش هون. عميق. إذا بتحب ما عندي مشكلة ألبسهم أنا. حلوة رنا. رنا؟ رنا مش عاطلة. رنا صباح الخير. ايه مايوش. هيدا المجدوب صاحب المحل. قال منو قادر يجي على المحل وترك لي معاشي نصه. نص معاش ليه بقى؟ قال مش بيع شي هالشهر وبوصل دايما مؤخرة ومش مفاية معه. انه هو هيك قرر يعني؟
ما بعرف. هلا كنت ناطره ليره من غيمه، شو بدي اعمل بهالحاله؟ انه ميا فسري له، احكيه خبريه انه اكيد رح يتفهم وضعك. اقول لك هيك؟ لك اكيد ايه. دقي له احكيه انت وياه. انا كنت طالع عند امك اشرب قهوه، يلا جاي لعندك. طيب. إنه في شي إنسان نورمال بينعرض عليه 50,000 دولار وبيرفض؟ إنه أنا كنت قبلت وغيرت اسمي كمان. زيحي 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 بدي أقعد. عن جد؟ إنه أكيد لا كاليديوت. بك شي سوسو؟ أكيد لا مدام. هلا إذا ما إجيت بدي أضطر أتواطى وأرجع أنا دقلها. طيب ليكي مدام نورما، شو رأيك أنا أخذ هال50,000 دولار وساعتها أنا بعمل اللي بدك إياه؟ سوسو سوسو حياتي. أكوت أنا كتير بحبك سوسو. ما فيني استغني عنك. لو حبيتك إنك تروحي وما ترجعي كنت أعطيتك ال50,000. طيب يا مدام بدك اياها تفجر حالها يعني؟ نو 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 نو، تفجر حالها اهين. anyway وينو خليل؟ هيدي هي فيت فيت سوسو فيت فيت. الو يلا لحظة نورما، هيدي مدام ابتسام على الخط. الو هاي ابتسام، كيفك؟ سافا؟ منيحة أنا منيحة منيحة. إيه كان بدي خبرك عن جد؟ سوليتير؟ نايس نايس فيري نايس. عن جد انبسطت لك ابتسام عن جد. ليكي بالنسبة ل الماء. واو 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 سوبر سوبر. ليك ابتسام انا مشغوله هلا برجع بحكيكي. اوكي اوكي حبيبتي يلا يلا هلا برجع بحكيكي. اوكي اي شادي شو عملتي؟ ولا شيء. صدقتك. ما هي ايه شادي عن ايه شادي بتفرق. شو عملتي ست ميا؟ تركت شغل. شو؟ شو؟ ليه فتح لي خط ما زلك قاعد عندي بالمحل؟ لك انت شو عملتي؟ لك ما من دقيقتين كنت عم تنقن وما معك تاكلي وبدك ليره من غيمه، مش معقول انت؟ ايه هو الخسران، شو بعمل له؟ خسران شو؟ شوفتك؟ ما الزلم عم بيموت ليشوفك، كل ما يجي لهون مدري وين بتكوني انت. خلص شادي. لا لا انت مش معقول. اني حكيت مش مخلص معك وما حكيت مش مخلص معك. ليكي اللي عملتيه هو اكبر ضرب. ميا عجبك عجبك، ما عجبك علقي حالك بالسقف بشي كرافات من تبعولك. هلا انت بصفي ولا بصفوا؟ ست ميا نعينه، شو رح تعملي هلا؟ شو فكرك انا تركت الشغل هيك؟ ما عندي بلان بي. الله يستر. خلص بلا نق، مشي معي. لوين؟ هلا بخبرك. لحظة، في شيء كثير مهم لازم اعمله قبل ما فل. لحظة، شيء مثل شو؟ ان شاء الله ما يكون شيء اخوت. لا، شيء مزوق بيليق بنص المعاش اللي انا اخذته من صاحب المحل. اوه اوكي. اكيد شيء اخوت. تفرج. خلي رتب من وراي وشوف شو بدكم تعملوا. صار فيني امشي يلا. شو
شو في ما في يا شروك؟ ما في شيء، عندي شوية شغل مش أكتر. أنا رجعت عملت الانترفيو مع الصحفية. إيه برافو، يعطيك العافية. وسألتني، قلت لها مثل العادة مريض وأنا قادر تجي. نعم. شو بدك يعني إلا يعني؟ ولا شيء. غيره. سلامتك. هيدا هو البيت. انت مأكدة انه هون؟ شو بيك ما بارح حكيتها قدامك. خلنا ننزل نشوف. في ثلاثة نورما؟ شو كلمة السر؟ خليل شخص شباب. خليل بعد هيك ليه ما رديت سهى؟ ولك منيح. ألو ألو ألو. ايه فوتي فوتي لحالك. لك شو بيك لوين رايح؟ اجري حق اجري. شو بدهم يعملوا لي يعني؟ مش شايفين مثل الحما والجني؟ إذا تأخرت أكثر من 10 دقايق الحقني. بونجور مدام نورما. يا ريت. تفضلي. يا اهلا يا اهلا مدام نورما. معي بس 10 دقايق. تفضلي قولي لي شو المطلوب. مش قبل ما نضيفك عصير سوسو كبتين عصير؟ لا 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 معلش مش ضروري. تفضلي. كيفك مع رجال؟ إذا بتريدي مدام اوعى تفكريني أنا من هيدا النوع. حجي بقى ضار بحالك بحجر تقيل. أنا أبدا ما عم بحكي عن هالأمور التافهة. شو بدك مني؟ بتآمني بالمعجزات؟ أنا جابت لك معجزة. سمعت المبلغ اللي مستعدة أدفعه. شو المطلوب مني؟ نلعب لعبة. في شاب رح تكوني مساعدته الخاصة بشركته ليل نهار. الهدف؟ تخليه ينغرم فيكي ويطلب إيدك. وبس تتجوزوا تحملي حالك وبتفلي تاني نهار. ليش نقيتيني أنا؟ خلينا نقول المعجزة نقتك. وفي كم شغلة مش ضروري تعرفيهم هلا. تفضلي. مرسي.
ثانك يو سوسو. مستعدة تدفعي لي تانت؟ تانت؟ تانت بعينك، أنت شو زعجك يعني؟ ما عم بفهم. رخب لك شو لازم تعملي وأيمتى وكيف وكل شيء. أنت كل اللي عليك إنه تخليه يحبك. وبس تتجوزوا بتحملي حالك وبتفلي الخطة كتير بسيطة، ما عم بفهم ليه عم تعقدي الأمور. إيه وبعدين؟ ما قلت لك تجوزوا طبي أغراضك وفلي وخلصت، خلصت القصة. طيب مين هو هيدا الشاب؟ لا كتير هالقد وترتيني، كتير عم تسأليني أسئلة ما في خبرك قبل ما تقبلي العرض. خلص انسى الموضوع، ما هيك الموضوع هامك. وين هالشي؟ شو بدك؟ هي وين هالشوار؟ مين هالشي؟ مدام نور، ما هيدا رفيقي شادي. اتس اوكي. 12 ساعة. 12 ساعة؟ بعرفك على جوزي شيخ الشباب. تشرفنا. عرفتك خليل. اهلا وسهلا. مرسي. اهلا وسهلا. خلص خلصنا عيون. شو بدك؟ فوت اقعد شوي. سوري؟ بدك يعني اقعد بهيدي الخربة؟ مضطر تشتغل معي لحديد ما يشحطوك، ما عندك خيار تاني للأسف. حبيبتي، أنت أكيد إنه رح يشحطوني قبل ما يشحطوكي؟ عايزك فيك توقف هبل شوي وتقعد، بدنا نحكي بالكونسير، بدي أقول لك شو بدك تصور. ليكي يا حلوة. تفضل. ليكي يا شاطرة، ليكي يا مهضومة، ما حدا بيقول لعايزك بستاني شو بده يصور، شو فهمتي؟ مسيو ايزك بستاني، بتسمح لي خبرك شو الفكرة تبعي؟ احسن؟ اوكي جربي. ليه نكد هيك انت دخلك؟ انا نكد؟ حبيبتي انا بالحياة مصدر للبهجة والفرح، بس لما اشوفك بتفتحي لي قبليتي بحس بدي سمعك كلمتين. بتعرف شغلة؟ الباب قدامك، تفضل فل من هون. سوري؟ نبقى بنحكي مع بعض باي ايميل. لا حبيبتي لحظة، أنت مفكرة إنه أنا إلي نفس أفتحها؟ إيش بعتي لي هون أنت وفوق الدكة عم تضيعي لي وقتي؟ أخ لو بيشحطوك شو برتاح. سمعتك. وفاء وفاء. مين؟ يا أمين افتحي. يلبك كسرت الباب. نايمة، أنا نايمة. بعدك نايمة؟ ها؟ صاروا 3 أشهر. روح ضلت البحر. هلا بس فيق بحكيك. ما بقلبك عمي. ادفعله، منين بدي ادفعله أنا؟ منين بدي ادفعله؟ طيب أوكي، إنه هو رجال، شاب، ختيار، حلو، بشع، معه مصاري، ما معه مصاري. ما بيهمني، مهم ما يكون كتير بشع. عن جد؟ يعني رح تدق تقولي إيه؟ أكيد لا، معقول أنا أقبل بهيك شيء؟ بعدين عيب، زلمة مش لعبة. بك يا ميا، صار لك 100 سنة بتقولي ناطرة معجزة من عند ربنا، ما هي إجيتك هلا. معجزة يعني ينزل شيء علي هيك من فوق من السما، ببلاش. لك بس بقى. شادي، بتعرف إني خفانة. حبيبي الصراحة هو الموضوع بخوف، بس منه أحسن من كل اللي عم يصير معك هلا. خلص عندي 12 ساعة، خليني أفكر وبرجع برد خبر. شوفي هيدا صاحب الملك. يعني بفهم منك إنه خلصت 12 ساعة تبعك هلا؟
أسرع. تعرف أنك كتير بطيء. دخلك شو قلت لي اسمك؟ يلا شد لي حالك شوي. نعم أنا قبلت بس بشرط واحد، باخد $50,000 قبل ما بلش اللعبة. مهمتنا اليوم صعبة ودقيقة. بنت فقيرة جاية من حي فقير، ما بتعرف شي من شي، ما بتعرف تلبس، ما عندها جنس الترتيب. كلك ذوق مدام. بدنا نقلبها فوقانة تحتاني، مفهوم؟ جاهزين؟ جاهزين جاهزين جاهزين. فينا نحكيها كلنا سوا مثلا؟ جاهزين جاهزين جاهزين. قطع معي. اكوت، لكل رجال اسلوب وذوق معين، يعني بيسكلي لازم تضلي مواكبه الموضه وتلبسي على اخر طرز. والله نكته. anyway، اهم ستايلست بالبلد بيعرف ينقي اللون المناسب على لون البشره المناسبه، وانك ترضي رجال بتيابك كل يوم صعبه. فكيف إذا اللي عم تشتغلي عنده مصمم أزياء؟ أوكي، رح أشتغل عند مصمم أزياء بلبس من عنده. أكيد لا. شو بدك يقول عني كده لحالك عليه مثل العنزة؟ مين العنزة؟ لميس. مين لميس؟ العنزة. المهم هلأ ما بتلبسي من تصاميمه إلا لما ينغرم فيك. دكتورة كعب عالي، اختصاص ما في منه إلا بميلانو عاصمة الموضة. لازم توصل لمرحلة أنت ولابس الكعب تحس حالك لابس إكسبادري وجاهزة تلعبي باسكت. إيديوت. مية، في مجال تشيلي جزدان على راسك وتمشي منيح؟ أخ يا ظهري مش عم صدق كيف يقدروا يتحملوا هيدا كل النار. ليكي بس بتعرفي دبقلك الكعب طولاني. عم تمزح تمسخرني، هيدا اللي ناقصني بعد. يا عمي شو قلت؟ بتضايقني مدام نورما، البسه من الصبح لليل لحتى اتعود. لك خلص بقى اشرحي، مين رح يعرف؟ كيف نايمة هاي بتيابة؟ لك ملا عمود نتعطوا بإجرة. ميا يا ميا ميا. أمي شوفي شوفي لشو هالصريخ؟ أنتي ما رح تقولي لي شو عم تشتغلي؟ أنا بعد ما بعرف شو عم بشتغل. من وين جبتي المصريات لخيك؟ هلأ بلشت تعملي تحقيق؟ مش انت على اساس كل همك انه نجيب المصاري لحتى نطلع خي من المستشفى؟ بلشتي كثرة اسئلة؟ اوعى تكوني عم تعملي شي غلط، فهمتي؟ جرصينا بين الناس. امي والله والله يا ميا لاحسب الله ما خلقك. امي اكيد لا، معقول يعني؟ اصلا بعد ما بلشت شغل عم بتمرن، بس عم بتمرن، بعدين ضروري انه نام كثير منيح وما حدا يزعجني. نامي لكن نامي. أمي نسيتي هاي.
بدك تتعاطي معه. هين كتير، السر كله بالكرافات. الكرافات حسب لونها، إذا لونها فاتح فيك تسألي اللي بدك إياه، بس إذا لونها غامق مثل الكحلي والأسود أنا بنصحك تهربي. أعطيني تليفونك؟ 03 يا حبيبتي أعطيني التليفون. هات التليفون هلا. هيدا تليفونك جديد وهيدا شارجر لتليفونك جديد، لانه ما رح تلحقي تشارجي تليفونك انت عم تشتغلي مع ابن خليه. هلا نحن رح نشتري لك كتب لجبران خليل جبران ورابن شارما لانه هو كثير بحب، فلما يشوفك انت كمان عم تقري فيهم اكيد رح ينعجب فيكي. مدام نورما شو عم بيصير؟ دونت وري دونت وري. يلا بيت 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 بيت. برافو تفضلي. شعر البنت هو اهم شيء فيها. برافو. بتعرفي ليه؟ بتعرفي ليه؟ لانه كل شعره لازم تكون مصفوفه صح، وقت الشعره منا مصفوفه صح يعني في خلل بمطرح ما. يعني البنت شخصيتها بشعرها. anyway. فوالا لايت. يس كيراتين باندويل. ها بيجودي تريمينج هايلايت سلو لايت. تفضل استاذ. ثانك يو سعيد. هي ريتا شو في بعد فوتو سيشن؟ على القليلة عيط لي بس، ما انا ما عم بطلب اكثر من هيك. مش انت اللي اعطيتها قرار تفل؟ فتحمل مسؤولية قرارك. يا خي المخلوقة جتها فرصة العمر انها تسافر وتشتغل ببلد احلامها، بلا لا يعني؟ على القليلة هي الوحيدة اللي بتشتغل من قلبها. الله يستر الجديدة شو بدها تعمل، كيف بدها تتعلم، وقديه بدها وقت لتتعلم. انا ما بكفيني عجلة فوتو سيشن جاييني بالخبرية انت كمان. بعدين ما بوعدك انه رح كون منيح معها او رح اعطيها وجه. هلا روق وكله بيمشي حاله. بوعدك اللي بتجي من بعدها رح تكون بيرفكت. ايه ريتا خبريني. ما تزيدها هلا شريك. صراحة بعد ما عم بتأقلم مع غياب البيرسونال اسيستنت. عماد؟ استاذ عماد. عماد بتجرسنا. في افهم ليه بترتخي دكتك قدام البنات الحلوين؟ يلا يا بنت سدي حالك انت وياها. ايه بلعي بطنك انت ابيض. ايه بلعي بطنك. ليكو حبيباتي ليكو، استاذ عماد حدا كثير نيقه بده ينقي وحده منكم، فشدوا لي حالكم شوي. ايه بدي اكسبرسيون دو فيزاج، بدي اياكم يكون فيكم حي. خير شو صاير لك ايزك؟ استاذ عماد بده يجيب لي الجلطه. ليش شو عمل عماد؟ شو عميل؟ قال بدي اعمل لايف كاستنج للمودلز، شو بعمل بحياتي انا؟ طيب روما ما بدي هلا، هلا بشوف شو بقدر اعمل. لميس لميس مش عم بقول لك بشعرها براسي، بليز هيلب. طيب روق 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 روق، ما بدي هالقد. كيف بدي روق؟ كيف بدي روق؟ انه هيني انت هيك تشوفي البنات انه عم يتمشكحوا وينقوا على الطالع والنازل؟ طعمر البنات وسعتهم. No offense بس انت اكسبشن. ميرسي شيري. يا الله شو معقول يصير بعد اسوأ من هيك. هلو. ممنونك. شو يا اسحية؟ ليك حبيبي كثير صعب عليك تقول ايزك. رح تعملوا لي كات ووك كرمال بس يجي استاذ عماد تكونوا ريدي. وبعدين اللي بقلك اسحية شو بدك؟ جيت شيك على الموصفين. بتعرف ما انا المسؤول وكل شيء بعمله انا. حبيبي انا بكون كثير منيح وقت انت تكون بعيد عني يا صغير. ريتا. كارما. شوفك اصحيها. ايه شو صاروا يعرفوا يتصوروا؟ لا انت خرج ولا هندي خرج، دبر راسك. باي. عنزي نيستي. يلا سدوا لي حالكم انتو. مشي ساي سرينا يلا مشي. بشعيك. ايه كثير منيح. ايه يلا انت ابيض. شو
شو عم تشوفي حظك؟ أنا موترة، أنا موترة 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 خليل. خايفة خايفة من هالبنت بكرة تعملنا بالرز بصل. ما تفولي على حالك، اصبري شوي، شوفي النتيجة وبعدين نقي. ما تفكري إلا بشي واحد بس، يتجوز عماد ونحن نورط واشتري أعلى فيلا لأعلى نورما. شو هيدا؟ ما بعرف، غريب. فكرت اللعبة بتنتهي ومشيت بالموضوع، شوية مشاعر كاذبة وبتخلص القصة. إلا ودق القلب دقت أمل موجوع، صارت الكذبة حب ولون الفرح غصة. خبرني شو بقلو.